مرحبا بك. تحية وشكر لأصدقائنا في المسار الديمقراطي. أنا وقتي كان الصديق المنشط يسمي أعضاء الكتلة الديمقراطية ويسمي أعضاء المسار الكتلة الديمقراطية، قلت اللي كان غلط فيا حسبني معاه كل سنة. تحية باسم التحالف الديمقراطي. أنا باش نبدأ من أنكدوت صغيرة، حكاية صغيرة. تناقش أنا وصديق على المعارضة في بن علي والمعارضة، وعملنا مقارنة. أنا استصرفت ومانيش شهادة لأيام بن علي، لست ممن يشهد له، مش محتاج مبرر. قال لي المعارضة في أيام بن علي خلت كل ناس، قلت عليه. قال لي خلت في أيام بن علي المعارضة، أما تو كان تعرف كيف. وقال لي في أيام بن علي وقت تعرف تخسر الدنيا، أما مع جماعة وضع تخسر الدنيا ولا لا. طبعاً احنا لا نعتقد لا انهم يمتلكون مفاتيح الآخرة كما يريدون ان يقنعونا، ولا نعتقد انهم سيعيدون فتح المفتوح في شمال افريقيا. هذه طبعاً اباطيل لا تنطلي علينا. احنا في التحالف الديمقراطي صحيح كيان سياسي وتنظيم جديد، وصحيح احنا لا ننتمو لا للاتحاد من اجل تونس ولا للجبهة الشعبية، ولكننا نعتقد اننا في التحالف الديمقراطي طرف اصيل في الحركة الديمقراطية. وسنبقى دوما طرفا اصيلا في هذه الحركة الديمقراطية. بل قلت وسنبقى طرفا. بل نعتقد أن هذه الحركة الديمقراطية يجب أن تتوسع حقيقة وأن تتجذر حقيقة فعلا لتصبح هي عقلة، لا أقول كل التونسيين لأن هذا مبالغ، وإنما أقول عائلة أغلب التونسيين والذين حلموا ويحلمون بأن يكونوا أو مواطنين أحرار في وطن حر. لأننا كنا مع الأسف طيلة 50 سنة، والبعض من الحكام الجدد الذين استبدلوا الحكام دون أن يستبدلوا الحكم كنا مجرد سكان. نريد أن نصبح الآن مواطنين داخل وطننا، والتحالف الديمقراطي سيكون في كل جبهة تكون بوصلتها هي أن يكون التونسيون مواطنين أحرار في وطن حر. شكرا لكم.